أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل الحرص المستمر على أن تحقق المشاريع التطويرية لقطاع سباقات الخيل النجاحات وفق رؤية وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، منوها سموه بما يحظى به قطاع سباقات الخيل في مملكة البحرين من اهتمام كبير من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله، ما أسهم في تعزيز مكانة المملكة في هذا القطاع على الصعيد الدولي. وأشار سموه إلى أن كل نجاح وإنجاز لقطاع سباقات الخيل يضاف للمنجزات الرافدة للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والتي يتم مواصلة الإسهام فيها ورفدها ببرامج نوعية وتطويرية لمختلف القطاعات بالمملكة تحظى بكل المتابعة والاهتمام من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأضاف سموه بأن تنفيذ مثل هذه المشاريع التطويرية لقطاع سباقات الخيل يأتي من أجل تعزيز تنافسية مملكة البحرين الرياضية وتحويلها إلى مصافي الوجهات العالمية في تنظيم سباقات الخيل. جاء ذلك لدى تدشين سموه مشروع الإنارة الليلية ضمن الخطط الموضوعة لتطوير مضمار السباق بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة كبار المسؤولين، والذي تم تنفيذه وفق أحدث المعايير الدولية لضمان توفير أعلى معايير الجودة اللازمة للسباقات، بما يسهم في دعم استقطاب المزيد من المشاركين من مختلف دول العالم ترسيخا لمكانة المملكة كوجهة رائدة في سباقات الخيل. وفي هذا الصدد أعلن نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عن إقامة السباقات الليلية اعتبارا من الموسم القادم 2024-2025، حيث سيشهد الموسم نقلة نوعية في تاريخ سباقات الخيل في مملكة البحرين بإقامة السباقات الليلية للمرة الأولى، بالإضافة إلى توسيع سلسلة سباقات بطولة البحرين الدولية في نسختها الرابعة لتشمل 12 شوطا، كما ستتم إقامة النسخة السادسة من سباق كأس البحرين الدولي. إلى جانب ذلك، سيشهد الموسم القادم توسعا في عدد السباقات المحلية، مما يعكس التزام النادي بتعزيز المنافسات المحلية والدولية وتطوير رياضة سباق الخيل في المملكة. الجدير بالذكر أن مشروع الإضاءة الليلية لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل شمل تركيب 68 برج إنارة بقوة 1000 إلكس موزعة على مختلف مناطق المضمار، إلى جانب توفير الطاقة اللازمة لتشغيل النظام بكفاءة عالية. ومن المقرر أن توفر هذه التحديثات بيئة سباق متميزة تسهم في تعزيز مكانة نادي راشد للفروسية وسباق الخيل كوجهة رياضية عالمية.